صح في الأخيرة؟ إيه؟ أوكي حاضر. عينيكي مش هون، عينيكي هون. طلعي فيي أنا. نسي كل اللي حواليكي. دي فعلا بجد صعبه، مش مزاجي والله. مش هناك بدي اعطيك لكن هيك ماشي، وغولي تحت. وكيف بدها توصل النوطه الفوقانيه؟ من اول ما بدك تحطي اجرك بالارض وتثبتي اجريك وتفتحي تمك منيح. ما فيك تغني اذا ما عندك هالنوتات. من هلا بدك تعطي، مع اني انا بجيبهم وحياه ربنا بجيبهم. انا بجيب نوتات عاليه جدا في الاغاني بتاعتي، في الاغاني اللي بغنيها، بس مش عارفه كتير من الفوكاليز مسكيني. اذا في شيء قضيب هون
هو فيه بده يكون فيه. يلا بينا يلا. شو سكرت تبنك بس بصوت لفوق. اوكي يلا. ليكي شو عملتي؟ لا لا اسمعي. قلتي مي اي اه، شفتي ايدك قد ايه فاتحين؟ اه. وصلتي على الثاني اه عملتي هيك. كده؟ اوكي حاضر. شغلك فيهم مظبوط مظبوط عشان اتعود اطلع وانزل. شو لك ايه نضلنا هيك؟ رجعتيني افتحي لي. مش حضرتك، انا اللي زعلانة على نفسي لان انا ما بحبش ان انا وانا عارفه. يلا شايفه شيء بس ما راسها بالارض. وحياة الله شايفه وحياة الله. لك اتركي الله على جنب. لا بس عن جد شايفه. شايفه؟ كيف شايفه؟ شفت هاي الاغاني ما كانت رح تغني. يلا اعطيني. لشو زميتي بس صمتي لفوق؟ حاضر. ما هيدا اللي بدي اياه. اعملي كنترول عليه. يلا بلقني. انا خلصنا. حاضر. بدي اياها. صعبة. متعود. بس انت مش صعبه. هي عندها صوت الراس اصلا. اسم الله. هي عندها صوت الراس. شفتي كل انسان شكل مثلا انت ما عندك صعوبه، هي عندها صعوبه. بس شو عم بيصير؟ عم بيصير انه بالبرايم عم تتخطى هالصعوبه. انت لا. انت عم بتغني عادي توجور عادي وبورتون تو ان تري بيل فوا. هذا اللي بيقهرني. لا الي؟ مشان هيك دايما بدي وعيك هيك توعي بقى. حطي كل شيء على جنب بقى. فكري بحالك. بو. لارا لارا صار يرن صوتها انكرويال. برافو لارا. بس اكيد يا انفيبلاس الصوت اضعف من الناس بس تعطي النوطه عم ترن عم تظهر لبرا معناتها الك شانس انه كل صوتك يصير هيك. معلش عم نعمل هلا لسون بهالطريقه. انا صوت الراس عندي قوي بس انا بالبرايم ما بستعمله لاني ما عندها صوت الصدر عندها ضعيف. مجبورين نعمله بالفوكاليز. ليه؟ لربما اجتك غنيه في نوتة كثير عاليه ما فيك تجيبيها صوت صدر. بس ايه اما لا لانه انا هالغنيه بس بجيب نوتة صوت الراس بس ما بعرف اذا بعملها بالبرايم او لا. شوفي انتو جربوها قبل هون. شوفي شو بقول لك بالسوادي، شو بقول لك بالسوادي استعمل. ايه لكن لمين بتفرجي؟ بتفرجيها لمن سوادي بقول لك اذا ظابطه اما مش ظابطه. عندنا اغنيه لمجدة الرومي فيها اغاني فيها صوت مدام ميرتن. شو مشكلتها؟ انها بتيجي معاها بس بالبرايم بتخاف.
اما هاي مشكلكم كلكم، مش بس مش بس هي يعني، اكيد كنا يعني ايه كلكم زيت القصه. لا لا انا بالبرايم بس انت غير لون صوتك كثير. سي كيستيون دو كونفيونس. انا بالبرايم مبسوط، انا في البرايم ما بخافش بالعكس، انا في البرايم عندي بيبقى ما بخافش، بحب اطلع كل اللي عندي في البرايم. بس بليز 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 فكروا انه عم تشتغل، ما انتم اللي عم تتعبوا كمان مش بس احنا. ايوه فكروا انه عم تتعبوا كل هالجمعه تتفرجوا شو قطيتوا كل هالجمعه. صح ثبت وجودكم هون ببين. يلا تطلع الله بكفي. بس هو انا كده عندي صعوبه قوي قوي يعني. ايه انت عندك صعوبه فوق مش فوق فوق، عندك صعوبه بالقلبه بالضبط بالقلبه. إيه؟ انا هلا عبوكه لاني اني انا عمري يعني عمري ما كنت بقلب اصلا يعني، عمري ما كنت بقى كل بستعمل كل عندي صوت كله. ما فيك تطلعي صوت صدر للفاصول مثلا. اه ام فزيب. اه بدك تقلبي على صوت الراس بالقلب. أيوه. يكون جاهز على صوت الراس. اه هذا القصد اللي لك عرفتي. كون عندكم اثنين ما تخافوا من شيء. يلا ميرسي مدام. ويش انت بتستعملي صوت صدر بالبرام بالفوكاليز؟ انا سوك جوهور بامنو ابري صوت تتعودي ان تشتغلي لانه هلا ما راح فيكي اون سي بو دو تان كوم سا. بس بور موا سي بلو فاسيل دو شانتي افيك صوت الراس كو صوت السيل. اكيد بس انا عن بدي اذا اشتغلتي منيح صوت الراس بيصير دوبل عن صوت الصدر. بس انا بس يفو دو تان. بس انا جو ني با دو ديفيكولتي اقلب نورمالمون كون جو شانت عادي. صوتها ليجي شوفوا عندها ليونه عجيبه بس تعرفي تطلع بتنزل ما عندها مشكله. انا في اوقات يعني في اوقات في اخر فتره في الاغاني اللي بغنيها بتطلع في نوته عاليه بجيبها بصوت الراس. ايه بس عم بتصبيها مني عم بتطلع كويسه. ايه برافو برافو. يعني في بس بدنا هون الشطاره يعني. ما اقدر رومي في لها اغنيه اسمع قلبي انت على بكره. وين وين بدك تفرجيني اياها؟ بالمسرح. يلا روجي بسرعه لانه عندي شغل. يعطيكم العافيه. ما تخلوا الاوراق هون بليز. مدام ميري بتروحي على المسرح؟ انا رايحه معك على المسرح. بس تاخذ غراضي انا. عبد العزيز هاي رح نشتغلها بعدين. هدول لإلك. قول لإلي؟ لا كثار. اه حطوهم كلهم بالمسرح. يلا. يلا. ما تخلوا شيء على البيانو بليز، شيلوا القنينة عن هون. سوري مدام ماي عم اخرك. نوم علي يا بنتي يلا روجي. برافو يا يحيى صرت عم تفكر اكثر بكثير على بس بدك اكثر معلوم. لا ايش كيف لك يلا سبقيني. كان شو ينادي